وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. يعني سيد صلاح، بعد التحية، كيف تقرأ الموقف المصري بربط دخول الرعايا الأجانب عبر معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بدخول المساعدات والإغاثات الإنسانية لقطاع غزة؟ أهلا بك فندم وبالسادة المشاهدين. الحقيقة النهاردة الرسالة المصرية فيما يخص منع دخول الرعاية الأجانب هي رسالة وصلت واضحة صريحة لكل من يهمه الأمر في المجتمع الدولي، والتأكيد على أن مصر تقدر تلعب كافة الأدوار لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الأوضاع المتأزمة واللي تشهد تطورات غير مسبوقة ساعة بساعة، وبتحمل تهديدات لكل الفلسطينيين ومختلف انتماءاتهم ومختلف أعمارهم السنية. وده اللي بيؤكد ان الرساله النهارده كانت واضحه، و يعني ده يتسق مع اللي احنا بنشوفه بقالنا خلال ساعات من وصول طائرات مساعدات من الدول الاقليميه ودول على المستوى الدولي ومنظمات دوليه لمطار العريش، استعدادا لتجهيزها للدخول لقطاع غزه وقت الاتفاق على دخول المساعدات. وده الحقيقه ده قرار المصري النهارده برفض دخول الرعايا الاجانب وربطه بدخول المساعدات، قرار جيد جدا وايجابي للغايه، وبيؤكد ان مصر تقدر تلعب اي دور وتسهل اي مشكله بل وعشرات المشكلات في الملف الفلسطيني، لكن ان هو يكون متفق مع الرؤيه المصريه اللي هي قايمه على حل المشهد الحالي وحل الازمه الانسانيه المتدهوره في القطاع الغزي. مصر الرسمية سيد صلاح بترسل المساعدات، وكما تابعنا يعني منذ قليل في هذا التقرير، إلى معبر رفح لإغاثة أهالي قطاع غزة، وأيضا هناك يعني طائرة أتت من دبي نتحدث تابعة لمنظمة الصحة العالمية، طائرتان تركيتان، طائرة من دولة الإمارات وغيرها. هذا المشهد كيف يمكن أن يصدر ويقدم للخارج أن العالم كله يريد إغاثة غزة، ولكن يعني الصورة كيف تراها على الأرض؟ هو الحقيقة هو العدوان الإسرائيلي اللي هو يعني بياخد لغاية اللحظة الحالية خطوات عنيفة جدا، وبيصموا أذانه عن المجتمع الدولي اللي بيتغير في التعاطي مع الأزمة الإنسانية هناك ساعة ساعة. يعني آخر التطورات ديت إن إحنا الاتحاد الأوروبي لسه من خلال دقائق أصدر بيان بمضاعفة المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة ثلاث أضعاف لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو. لكن على الرغم من هذا شفنا إن برضك المجتمع الدولي مش قادر يدفع في اتجاه إن احنا نوصل لهدنة إنسانية ندخل المساعدات حتى اللحظة. لكن على الرغم من ذلك ان بعض الجهود اللي بتقوم بيها الدول والطيارات اللي وصلت لغايه النهارده قد تشير ان احنا قدام موقف قد يتم حله قريبا، حاله توصل لاتفاق، وان المساعدات دي بتدل ان برضك ان المساعدات او ان الدول عندها امكانيه للحل وعندها امكانيه للتدخل، لكن الوضع على الارض لا يشير لغير ذلك طبعا. يعني بتشير ان احنا قدام تطورات متلاحقه وتطورات كبيره الايام اللي جايه، يعني هتأزم الموضوع أكثر وأكثر. سيد صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.